السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة سهلة جدا لتحويل ملفات البي دي اف إلى ملفات اكسل بضغطة واحدة بس. بنحتاج علشان نحول من بي دي اف لشيت الاكسل بضغطة واحدة بس، بنحتاج تطبيق مجاني اسمه WPS Office. WPS Office ده تطبيق مجاني متوفر على الانترنت، سهل جدا ان انت تنزله على اللابتوب بتاعك او على الكمبيوتر في دقائق معدودة، وتبتدي ان انت تستخدمه في عملية الاديت لملفات البي دي اف وتحويلها للوورد او للاكسل بطريقة سهلة جدا. نبدأ مع بعض ونشوف ازاي اصلا نحمل برنامج او تطبيق الـ WPS المجاني من على الانترنت. اول حاجة هنفتح اي متصفح انترنت من على جوجل، هنيجي في مربع البحث كده، وكل اللي احنا هنكتبه هنكتب WPS Office. هيطلع لك اول نتيجة بحث، هتبتدي ان انت تضغط عليها. هتطلع معاك الويندو بالشكل ده، هتضغط على Free Download. بعد ما ضغطت على Free Download هتلاحظ ان هو تم تحميله هنا في الجزئية دي. هتيجي على السهم دوت وهتضغط كده كليك، وهتبتدي ان انت تختار Open. هيفتح معاك بالشكل دوت. طبعا انت ملاحظ ان الـ WPS Office دوت بيدعم برامج الوورد والاكسل والباوربوينت وملفات البي دي اف. طبعا هتبتدي ان انت تعمل هنا كده علامة صح وتقول له Install Now. Yes. هيبتدي ان هو يعمل لك داونلود للبرنامج بتاعك. التطبيق ده تطبيق هايل، لازم تكون مسطبه او عامله داونلود على جهاز الكمبيوتر بتاعك او جهاز اللابتوب، وكمان تقدر تنزله على جهاز الاندرويد بتاعك. في اوبشنز كتيره جدا وفي مميزات كتيره جدا هنستخدمها مع بعض. حاول ان انت تعمله داونلود على جهازك ويكون دايما موجود معاك. قربنا نخلص عملية التحميل، هو كده خلاص بيعمل عملية تثبيت لتطبيق الـ WPS Office. بالفعل انتهى من عملية التحميل بتاعته. نبتدي ان احنا نطلع هنا على الويندوز، وهتلاقي عندك التطبيق اهو موجود WPS Office. مجرد ما بتضغط عليه كده بتيجي هنا بتقول له Get Start. طبعا دي رسالة ترحيبية بتظهر لك في الاول. كده بدأ يفتح معاك، هنا اهو بتقول له I Accept. تضغط هنا على ساين ان. هنا بقى بتقدر ان انت تدخل على البرنامج يا اما عن طريق حسابك على جوجل او عن طريق الفيسبوك بتاعك، يعني شوف اي حاجة هتريحك في عملية الدخول بتبتدي ان انت تدخل بيها. انا هنا هختار ايميل بتاعي، وهتبتدي ان انت تضغط له ايه ساين اب اند لينك. هيبتدي يقول لك ان انت بالفعل خلاص عملت عملية الساين ان. تعالى بقى دلوقتي بعد ما نزلت تطبيق الـ WPS Office على جهازك، شوف ازاي هنقدر نحول ملفات الـ PDF للإكسل بضغطة واحدة بس. انا دلوقتي عندي ده ملف إكسل على شكل PDF، لو فتحناه كده هتلاقي الملف اهو عبارة عن ملف PDF. اقفله. تعالى بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنروح على Start، وهتبتدي ان انت تضغط على البرنامج الخاص بالـ WPS Office. بيفتح معاك بالشكل اللي قدامك دوت. اول حاجة هتبتدي ان انت تعملها ان انت هتروح من الجنب هنا على Tab Open. بعد ما ضغطت على Open هتبتدي ان انت تحدد مكان ملف الـ PDF بتاعك اللي انت عايز تحوله لشيت اكسل عادي خالص. فانا هنا حطاه على الديسكتوب، فهبتدي ان انا اختار الديسكتوب، وهبتدي ان انا الاقي ملف البي دي اف ده اللي هو اسمه ايه بوكسري. ده كده ملف البي دي اف بتاعي. بضغط عليه كده بيفتح معايا بالشكل ده. هتلاقي في الجنب هنا كده مجموعة ايكون، هيبتدي يقول لك ايه كرييت بي دي اف، اديت بي دي اف. طب انا دلوقتي عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه احوله من بي دي اف لاكسل، يبقى انا هنا كده محتاجه ان انا اضغط على اكسبورت بي دي اف. مجرد ما ضغطت على اكسبورت بي دي اف هيبتدي يقول لك انت عايز تعمل الملف بتاع البي دي اف دوت عايز تحوله لايه. فانا دلوقتي عايزه احوله لاكسل، فهبتدي ان انا اضغط على تو اكسل. هيبتدي يطلع لك الويندو اللي قدامك دي. طبعا بيقول لك ان التايب اللي هيتخزن بيه هو الـ XLSX، وده طبعا دوت الاكستنشن او الامتداد الخاص بالاكسل. وهيبتدي هنا يقول لك السيف از لوكيشن، ان هو هيخزنه فين يعني، وتبتدي ان انت تقول له ستارت، يبدا عمليه التحويل. وهنا هتبتدي تقول له ايه كونفرت ناو، يعني حول دلوقتي.
هتلاحظ ان بالفعل ملف البي دي اف بتاعك اتحول لشيت اكسل اهو بشكل عادي خالص، وتقدر ان انت تعمل عليه اي عملية اديت. يعني لو جيت هنا تقدر ان انت تعمل ديليت للرقم ده، وتقدر ان انت تحط اي رقم تاني او تشيلها خالص، وتقدر ان انت تحط تكست او نص اي كلام كده تكتبه. وبكده بتكون قدرت بضغطة واحدة انك تحول من البي دي اف الى شيت اكسل تقدر تعمل عليه عملية الاديت. وفي النهاية بوصي كل الناس ان هي تنزل تطبيق WPS Office على اجهزة الكمبيوتر بتاعتها وعلى اجهزة الاندرويد، لان بالفعل هو فيه اوبشنز كتيرة جدا هتساعدك في شغلك، وهتقدر ان انت تستخدمها بطريقة سهلة جدا. بشكركم على المتابعة وبتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.